السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا رب النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض نوع من انواع الجمبري. هنعمله بطريقة سهلة جدا وكمان مختلفة. هنعمله طاجن. طاجن الجمبري من الاكلات المميزة جدا وبجد طعمها حلو وكمان وقت قليل جدا وانتي بتحضريه، وهيبقى حلو جدا لو قدمناه مع رز صيادية او اي نوع من انواع الاسماك البحرية، وطعمه بيبقى مختلف تماما عن الجمبري الشوربة او الجمبري المقلي. هنعمله بطريقة سهلة جدا، بس قبل ما نبدأ وصفتنا لو انتي اول مرة تدخلي القناة ياريت تشتركي فيها وكمان فعلي الجرس عشان يوصلك اشعار بأي فيديو جديد بنزله. يلا بينا نبدأ وصفتنا. اول حاجة هنجيب البايركس وهنحط معلقة زبدة، وهننزل كمان بشوية زيت صغيرين. هنضيف 2 بصلة متوسطة مفروم ناعم، وزي ما متعودين في كل فيديو المقادير موجودة تحت في الديسكريبشن بوكس، ياريت تبص عليها. هنشوح بس البصل كده تشويحة بسيطة، وأول ما يتبل ويبقى بالشكل ده هنضيف معلقة ثوم صغيرة بس معلقة مليانة. هنقلب الثوم كويس مع البصل، وأول كده ما ريحته تطلع ولونه يبدأ يصفر هننزل بفلفل أخضر متقطع قطع صغيرة ومعاه قرن فلفل حامي. هنقلبهم مع البصل والثوم كويس، وأول ما الفلفل يتبل هننزل كمان بالجمبري. الجمبري ده طبعا مغسول ومتصفي كويس جدا. هنقلبهم مع باقي المكونات، واول ما يتحول لون الجمبري للون الاورنج هنضيف طماطم متقطعه مكعبات مع معلقه صلصه كبيره. بجد طريقته سهله جدا وبجد طعمه تحفه. جربوا الوصفه دي ان شاء الله، انا واثقه ان هي هتعجبكم. بعد ما قلبنا الطماطم كويس جدا مع باقي المكونات هنتبل الطاجن بتاعنا بملح وكمون وكزبره ناشفه. هنقلبهم مع بعض كويس، وبعد كده هنضيف كوبايه ميه كبيره. الجمبري كمان من الاكلات اللي مش بتاخد وقت على النار خالص، فبلاش نطول عليه السوا علشان طعمه ما يبقاش مجلد ويشد معانا واحنا بناكله. واول ما الطاجن ما يبدا يغلي بالشكل ده هندخله الفرن، هياخد بالظبط حوالي تلت ساعه او اقل كمان. هنطلعه هيبقى بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. شايفين كمان الطاجن فيه كميه صوص محترمه جدا، تقدروا تقدموها مع رز صياديه هيكون طعمه تحفه. عملناه بطريقة سهلة جدا وكمان مبسطة وبمقادير موجودة عندنا في كل بيت. وفي نهاية وصفتنا لو الطريقة عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير، ولو اول مرة تدخلوا القناة ياريت تشتركوا فيها وكمان فعلوا الجرس علشان يوصل لكم اشعار باي فيديو جديد بنزله. اشوفكم على خير يا رب ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. مع السلامة.